نرفض كل ما يعطي شرعية لهذا النظام. موقفنا بعد ثورة 14 واضح وهو مشروعنا الذي أعلنناه في ميدان اللؤلؤة، وهو مشروع إسقاط النظام الخليفي المجرم المنتهك للحرمات، والدعوة التي دعاها الأساتذة الكرام فرج الله عنهم، وهي الدعوة لإقامة نظام جمهوري يمثل إرادة الشعب البحريني. وسيبقى موقفنا واضحا في رفض كل ما يصدر الشرعية لهذا النظام الخليفي.